اتفق مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر على جميع الملفات المرتبطة بالمحور المجتمعي لينهي بذلك مناقشة القضايا المختلفة التي تندرج تحت محاور الحوار الأساسية وهي السياسية والاقتصادية والاجتماعي، لتبدأ المناقشات بعد ذلك طورا جديدا لتحديد الشخصيات المشاركة في الحوار الوطني في مصر. وتعد اجتماعات المجلس تمهيدا لانطلاق جلسات الحوار الوطني الفعلية حول الأجندة المحددة. حدث توافق كبير بين مجلس الأمناء حول هذه القضايا وكيفية مناقشتها والمستهدف منها وإلى أي مدى يعني ترتبط ارتباط وثيق الصلة بالمواطن وبالمجتمع. وكان هناك حرص من مجلس الأمناء يعني طوال المناقشات العميقة التي تمت على مدار السبع ساعات على يعني تقديم القضايا أو ترتيب القضايا حسب أهميتها وأولوياتها. وبهذا المحور يكون مجلس الأمناء قد أنهى جميع القضايا والملفات التي تندرج تحت المحاور الثلاثة: المحور السياسي، الاقتصادي، المجتمعي. بنهاية جلسة اليوم أصبح لدينا خريطة كاملة وواضحة فيما يتعلق بالقضايا التي سوف يتم مناقشتها في المحاور الثلاثة، في اللجان الخاصة بالمحور المجتمعي والمحور الاقتصادي والمحور السياسي. يتبقى خطوات محدودة جدا، أهمها طبعا الاتفاق على الأسماء التي سوف تدعى للمشاركة في اللجان المختلفة.